لا من زي الاهلي والزمالك. امال ايه؟ زي الاهلي والزمالك يخلص بقى في ايه؟ لا زي لا زي الاهلي والزمالك من ناحيه يعني ايه يعني, يعني ما يبقى عندك عبد الله عبد الله السعيد, وعندك اكرامي شريف اكرامي, وعندك احمد الشناوي, وعندك اسماء كبيره, وعمر جابر وتوفيق ودونجا يعني كل الناس دي كلها تراوري وانطوي وعلي جابر فرقه محترمه جدا طبعا. فرقه قويه جدا ضد اللي احنا بنقوله ده. لا لا الاسماء دي كلها على دماغي من فوق. فرقه قويه جدا بس الزمالك والاهلي حاجه لا طبعا لا لا انت ما تجيش تقول الزمالك والاهلي ده حاجه بتاريخ بلعيبه باعلام بجماهير كابتن. انا مش بتكلم ما هي القصه مش لعيبه بس مش اللعيبه يعني مقارنه اللعيبه طبعا. لا لا ماشي هي منفرد يعني اللعيبه دي يعني اللعيبه دي ما ينف... يعني ما تجيبش بطوله لا رمضان صبحي لما تقلعي فانيله الاهلي وتلبسيه فانيله بيراميدز نص قوته بتروح. عبد الله سعيد لما تقلعه فانيله الاهلي وتلبسه فانيله بيراميدز نص قوته بتروح. عمر جابر نفس القصه, علي جبري نفس القصه, احمد توفيق نفس القصه. لعيبه كويسه قوي بس الفانيلا اللي بيلبسها ليها تقل. عشان كده بقول لك في فرق من بيراميدز وما بين الاهلي والزمالك. نادي الاهلي والزمالك نادي بطولات وعنده لعيبه عندها خبرات ومتعودين ان هم ياخدوا البطولات. حتى اللعيبه اللي بتيجي بتنضم الاهلي والزمالك بتتاقلم على الجو ده, دوافعها بتبقى واحده. احنا بنتكلم على انبي على سوري على بيراميدز اللعيبه كلها عارف حماده ايه مش راكبه على بعض, لعيبه دوليه ولعيبه محترمه وكل حاجه, لكن تحس ايه ان هم يعني مش هينفع ياخدوا دوري, ممكن ياخدوا كونفدراليه لكن الدوري هيبقى تقيل عليهم قوي. النادي الاهلي اقوى والنادي الزمالك اقوى وعندهم لعيبه عندها خبرات ومتعودين على البطولات, ان هم عندهم وقت اكتر من كده يعني ممكن سنه اتنين تلاته لما خلاص بقى يجيبوا احسن لعيبه في مصر واحسن لعيبه في العالم ممكن ينافسوا على الدوري. انما بالتوقيت ده ان هي السنه دي مش ماشيه معاهم, رمضان مش ماشيه معاه قوي, عبد الله السعيد اتعور, احمد فتحي فترات بيقعد احتياطي ويتعور, شريف اكرامي مش موفق واخد بالك, مثلا تراوري مش موفق السنه دي, عبد الله سعيد كان فارق جدا جدا مع فرقه بيراميدز السنه اللي فاتت, السنه دي تحس ان هو برضو الاصابات اثرت عليه يعني الفرقه ناقصها نواقص, اللعب الجماعي ما هوش موجود, الاستمراريه في المكسب مش موجوده, فكل دي بتؤدي لفرقه كبيره ان هي تاخد بطوله.